ونتكلم عن توحة بدأت إزاي. بدأت بفكرة بيني وبين المخرج أحمد عاطف، كنا في مهرجان مالمو من سنتين وكنا بنتمشى كده يعني ما بين يعني عرض فيلم وعرض فيلم تاني، فتمشينا يعني فقعدنا نتكلم إن احنا نفسنا نعمل دراما ستاتي وتبقى الست هي البطلة فيها بالكامل ويبقى الكلام كله عن الستات، ونختار انه الطبقة دي الطبقة من النساء المهمشات في المجتمع او اللي هم الطبقة الدنيا اللي بتشتغل في الاعمال البسيطة جدا اللي ما تملكش من الموهبة او من التعليم او من الاسباب الاجتماعية اللي تخليها تعيش في المجتمع بقوة يعني. جت في دماغنا كده الفكرة، قلنا يلا تعالى نشتغل عليها. فأحمد نزل حقيقة على طول بدأ يكتب يعني تريتمنت للحلقات، وبالفعل حضر يمكن 4 أو 5 حلقات من المسلسل وبدأنا نتحرك بيهم. يمكن أنا اللي بدأت أتحرك بيهم للمنتجين، والمسلسل لف يعني عمل جولة تقريبا لغاية ما وصل للمنتج ممدوح شاهين اللي هو اللي اتحمس ان هو يقدم الورق وعجبه، خصوصا انه المسلسل كوميرشال يعني اللي هو الحاجات الشعبية اللي الناس بتحب تتفرج عليها، اللي هي نقدر نقول عليها ليها طابع جماهيري لانها بتخاطب طبقات بسيطة من المجتمع وحياتهم الحلوة البسيطة اللي ما فيهاش تعالي او تفاخر او اي حاجة من طبقات اجتماعية تانية للطبقة دي. فمن هنا بدأ المشروع واتنفذ واتعرض.